اليوم بكل صراحة لو افترضنا أنه بجلسة باكر سيعاد انتخاب السيد برهم صالح رئيسا للجمهورية وهذا أمر وارد، بكل صراحة الديمقراطي سوف يكون منتصرا من هذا الموضوع. ليش؟ أولا بين الديمقراطي قبلها يعني سيحضر الديمقراطي جلسة الغد؟ هذا قرار يعني يتخذ من القيادات العليا، من القيادة العليا للحزب الديمقراطي الكردستاني. الرئيس مسعود بارزاني من الممكن أن يقول استمروا، من الممكن أن يقول انسحبوا، هذه المسألة متوقفة على قرار الرئيس مسعود بارزاني. إذن لماذا يعتبر البارتي ناجحا بهذا الموضوع؟ أولا أثبت أنه يستطيع أن يتحدث ويتفاوض مع التيار التنسيقي، التيار الصدري العفو والإطار الصدري. ثانيا أثبت بأنه يعمل على إجماع القوى الكردستانية لاختيار مرشح واحد. وثالثا أثبت بأنه عادي جدا أن يضحي بمرشحة لكي يكون هناك مرشح تسوية بين الطرفين، وهذا المرشح مرشح التسوية يمثل الرأي الكردستاني الصحيح والرأي الكردستاني الخالص حيال هذا الموضوع.